السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں. اس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائے. اور اگر اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آپ یہاں پر دیکھیں آپ کون سی فٹ ہے چونسٹھ فٹ میں میری تو چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں اگر 32 فٹ ہے تو وہاں سے 32 فٹ فائل ڈاؤن لوڈ کریں. میں ابھی آپ کو فائل بتاتا ہوں کون سی فائل ہے. كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة وليتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى أن والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أن يتطهرن فإن خرجن فلا جناح عليهن. شكرا.